أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى تتفكروا ما بصاحبكم إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله.